هذا ويعد تطوع أحد مظاهر تحضر المجتمعات وحيويتها. وقد جسد البحرينيون كمجتمع متماسك شراكتهم وتكاتفهم الوطني في التدفق على منصة التطوع ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. يسطر البحرينيون ملحمة من العطاء الوطني والتكاتف المجتمعي ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث تبرز وسط الأزمة أروع مظاهر الشراكة المجتمعية الفاعلة والمسؤولة، والتي جسدها توافد عشرات الآلاف من المتطوعين للعمل في مجالات عديدة حددتها الحملة الوطنية، بما يعلي من فعالية التواصل المجتمعي والعمل يدا بيد من أجل التصدي لكل ما يهدد المجتمع. وضمن مهام وواجبات وزارة الداخلية في هذه المنظومة، تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني تدريب أعداد من المتطوعين على عمليات التطهير والتعقيم في الشوارع والمباني والمنشآت، وبالتوازي مع أعمال التدريب والإعداد بدأت الحملة تأخذ مظاهر ميدانية. تسعى الإدارة العامة للدفاع المدني لإيصال المعلومة لجميع أطياف المجتمع من خلال تأسيس عدد من المتطوعين اللي سجلوا ضمن المنصة الوطنية للتطوع. راح يتم تأسيس عدد من المتطوعين في جميع مناطق البحرين للقيام بعمليات التطهير. تنقسم طبعا عملية التجهيز إلى قسم نظري وقسم عملي بالإضافة إلى التطبيق الميداني، ومن ثم يكون في عدد كبير من الجهات ومن الأشخاص اللي قادرين أنهم يقومون بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه. ضمن نهج وزارة الداخلية لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، بادرت الإدارة العامة للدفاع المدني مع عدد من المتطوعين بتطهير وتعقيم عدد من المرافق والشوارع في مملكة البحرين ضمن خطة تستهدف كافة تلك المناطق في مختلف المحافظات. قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالأمس بتدريب المتطوعين في الجانب النظري والجانب العملي في طريقة التعقيم وطريقة لبس المعدات الوقاية الفردية، واليوم إن شاء الله راح يقوم فريق المتطوعين بالتنفيذ على أرض الواقع، شاكرين لهم تعاونهم وتطوعهم المشكور لخدمة هذا الوطن. أمس كنا موجودين عشان المحاضرة النظرية، يعرفون على التوجيهات وشلون راح نكون في الميدان، واليوم مثل ما تشوفون يعني لابسين منطبق عملي، وإن شاء الله نقدر نفيد المجتمع وأي شيء حاضرين إحنا مرة ثانية في خدمة البحرين. اليوم طبعا تعلمنا الأساسيات لمكافحة فيروس كورونا، ارتداء الماسك الواقي والقفازات والأمور الأساسية لمحاربة الفيروس. طبعا اليوم بادرنا بالعملية تعقيم المتاجر والأماكن اللي تتراود عليها الناس بشكل مستمر. إن شاء الله نسعى قد ما نقدر أن احنا تكون لنا بصمة في مكافحة الفيروس. تبقى المواطنة الصالحة أساسا لبناء المجتمعات، وها هم أبناء الشعب البحريني يجسدون ولاءهم وانتماءهم الوطني واقعا مشهودا ونماذج مضيئة في سماء الوطن تحميه وتعزز نسيجه الاجتماعي.